وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها؟ لا، لأنه يعني قد ينفقها عليها ويردها عليها. نعم. ثم تقول: حفظك الله، وإن كان لا يجوز وقد أعطيتها إياه، فهل يجب أن يخرجها؟ إن كان أعطته إياه وسدد بها دينها فلا بأس، أما إذا أعطتها إياه ينفقها على البيت لا. نعم.